أهلا بكم في نشرة الظهيرة من قناة الجديد. 70 عاما وبعض العمر بأوله، وللعيد هذه السنة نكهة الغياب، غياب جنود أسرى بيد الإرهاب ينتظرون لحظة فرج للعودة من جرود الوطن إلى أحضان الوطن. والعيد يطل هذا العام على أهال لم يملوا من الانتظار ولم يفقدوا أملا بمؤسسة ضخوا فيها خيرة شبابهم، وهم تداعوا الليلة للاحتفال بالجيش وبشهدائهم وأسراهم بإضاءة الشموع في رياض الصلح. في السياسة، دعا رئيس الحكومة تمام سلام إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، في حين وضع رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون حدا لما يقال عن انقسامات داخل التيار. وفي عشاء هيئة قضاء جبيل، قال عون عن انتخاب رئيس للجمهورية إن السلوك الدائم بالدعوة إلى رئيس محايد، أي رئيس لا يشهد بالزور بدلا من أن يشهد بالحق، يطالبون برئيس توافقي لأنهم يرون في لبنان قطعة جبن يريدون تقسيمها بين بعضهم البعض. وإلى الأراضي المحتلة، حيث دان مجلس الأمن جريمة حرق الطفل الرضيع، في حين فرق جنود الاحتلال تظاهرة ضد الجريمة بالرصاص الحي ما أدى إلى استشهاد شاب فلسطيني. إذن أكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب الممدد له ميشيل عون أن الجيش هو أمل لبنان وصانع مجده، آملا أن يحافظ على هذا الدور، وقال إن المس بالقوانين هو الذي عطل الحكم، مشيرا إلى أن طرح انتخاب الرئيس من الشعب يحرره من الارتهان للداخل وللخارج ويجعله مرتبطا فقط بالإرادة الشعبية. وفي العشاء السنوي لهيئة قضاء جبيل، حمل عون الأكثرية الحاكمة مسؤولية كل خطأ وكل تصرف شاذ يمس بالدستور والقوانين، معتبرا أن الأكثرية الحاكمة تعطل تعيين المراكز الشاغرة في قيادة الجيش والمراكز الرئيسية، وقال لم نتراجع، إنما هناك قضايا ملحة تتعلق بحقوق الناس كقانون ترقية الضباط ولن نعطلها، لافتا إلى أن هناك شبه قطيعة مع تيار المستقبل. وأضاف عون: أدعو الحريري إلى مناظرة تلفزيونية ولن أسمح لأحد بابتزازي، ومعتاد على المدافع الثقيلة فوق رأسي. وتوقف عون عند الانتخابات الرئاسية المقررة للتيار الوطني الحر. إذا اثنين تناقشوا مع بعضهم من التيار الوطني الحر، انشطار عمودي أو انشطار أفقي أو صراع الأقارب، يعني بدو طيب كيف بدكم ديمقراطية بدون ما يكون في تنافس؟ لأن إذا كنا وراثيين بيمشي الحال، ما حدا بيحكي عنا. قديش في أحزاب بلبنان؟ ونظام نظامهم الله يبارك لهم فيه، مش عم نجي نصاوبهم. لا الصحافة ما بتنتقدهم، نحن بس بينتقدونا، لأنه النقد مش للشيء اللي عم نعمله، نقد عم يستفيدوا من أي ثغرة بتصير، من أي قضية. إذا كنا عم نتنافس بيعملونا عم نتخانق، إذا كنا عم نحكي مع بعضنا معناتها عم نسب بعضنا. انتبهوا لهالإعلام التضليلي، نحن بوحدتنا مثل الحديد، ما حدا بيقدر يزرع شوك بيناتنا، ما في عنا حواجز بين بعضنا. فإذا ما حدا يخاف انه التيار بكره بينقسم والتيار بكره بيروح، اذا اجى فلان واذا اجى فلان، هيدي المعادلات بالسبق كل العالم تخسر فيها. شفتوا لكم شي لعيب سبق وراهن وربيح ضل معه شي قرش؟ اذا بدهم يراهنوا عاد على مشاكلنا ما رح يضل معهم قروش. رئيس تيار المردى سليمان فرنجي استقبل في دارته في بنشع السفير الإيراني محمد فتح علي على رأس وفد من السفارة، حيث عقد لقاء جرى في خلاله بحث التطورات في لبنان والمنطقة وآخر التطورات والمستجدات حول الملف النووي. وبعد اللقاء قال فتح علي: نعتقد أن هذا الاتفاق سيفتح صفحة جديدة في المنطقة، وبإمكانه أحداث تحول تاريخي إذا حسنت النيات. نحن نعتقد هذا الاتفاق
سيفتح صفحة جديدة في المنطقة، وبإمكانها تحولا تاريخيا إذا حسنت النوايا وتوفرت الإرادة الحقيقية في المنطقة للتعاون، لتعزيز التعاون والتكاتف، وخاصة بسبب وجود الأخطار الأساسية وهي الكيان الصهيوني والإرهاب التكفيري. وعلينا أن نوحد جهودنا لمكافحة هذه الأخطار الأساسية، وإن شاء الله في مستقبل القريب. في طرابلس رعى وزير العدل اللواء أشرف ريفي مصالحة بين عائلتي الصيداوي وحسون في قاعة جامع السلام في طرابلس، وذلك على أثر مقتل الشاب أحمد الصيداوي الأسبوع الماضي في مدينة الميناء على حاجز لقوى الأمن الداخلي في حضور أفراد العائلتين وشخصيات عسكرية وسياسية وفعاليات من طرابلس والميناء. وأشاد ريفي بمواقف العائلتين مؤكدا متابعته الدقيقة لتبعات الحادث الذي حصل عن طريق الخطأ. ما حدا بقى يعمل حسابات أقليمية، ما حدا يعمل حسابات خارج المنطق وخارج الشركة الوطنية. هالزمن فل، ولا الزمن اللي ممكن لحنا نزعن لتوافقات غير مقبولة وغير وطنية. حدث شغور كبير وجريمة كبرى في الموقع الرئاسي الأول، نتج عنه شلل شبه كامل بموقع مجلس النواب. اليوم بلشنا نشوف بكل أسف الحكومة عم تروح نحو شلل أكثر وأكثر، وأنا وصفتها أنه كأنه مطلوب إدخال الحكومة في البراد، يعني لا استقالة ولا تفعيل ولا عمل، يعني عملية بالواقع بيكون شلل إلى أن يحين حسابات معينة. يجب أن نعي وطنيا ماذا ينتظرنا في هذا المحيط، يجب أن نحصن الوطن ونحصن أنفسنا لنحد من تداعيات ما يحصل في المنطقة بالحد الأقصى الممكن. ما عندي خوف كبير، بس عندي عتب كبير على كل السياسيين اللي هن ساهموا ب شغور الرئاسي، هو نفس الفريق اللي ما عم يحضر جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، سواء تحت نظرية توافق مسبقا أو تحت نظرية أن نعمل استفتاء أو إطلاع رأي. في دستور واضح فنطبق الدستور مثل ما هو، عندما نغير الدستور نطبق الدستور. هاي كلها نظرية لتبرير التعطيل بالشغور الرئاسي. إذا في تعطيل بالموقع الرئاسي الأول، في شلل بمجلس النواب، وهلأ كأنه عم ياخذ الحكومة وبلش استهداف للمؤسسات انطلاقا من استهداف للمؤسسة الأولى التنفيذية بالجيش اللبناني اللي هي عم تحمي الوطن، اللي هي عم تدفع ضحايا كبرى، عدد كبير من خلال الدفاع عن الوطن، اللي عندها عدد كبير من الأسرى أو من المختطفين مع المسلحين من الجنود، المفروض نفك أسرهم بأسرع ما يمكن. ما حدا في فرض علينا شيء مش موافقين عليه. اتفاق الطائف بالأساس لازم نطبقه بحذافيره. عندنا مادتين أساسيتين باتفاق الطائف. أول شيء اللامركزية الإدارية اللي بتحمينا انه نروح على الفيدرالية او محل يمكن يكون خطر على البلد، وفي ناحية تانية في مجلس الشيوخ اللي ممكن يكون ضمانة للمكونات اللبنانية الطائفية والمذهبية، ومروح ساعد بهالحالة هذه الى مجلس النواب. في حادث غرق هو الثاني الذي يشهده مسبح صيدا الشعبي في أقل من شهر، فقد أمس الطفل مهدي أحمد سلامة البالغ 3 سنوات في المسبح الشعبي لمدينة صيدا، حيث كان يسبح مع عائلته. وتقوم الزوارق البحرية التابعة للجيش اللبناني وفرق الدفاع المدني وغطاسون من فوج إطفائية بلدية صيدا بالبحث عنه في البحر، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث. طبيب العيون إلياس الجرادي مكرما في بلدته الجنوبية قبل السقي. بعد العملية الجراحية النادرة والنوعية التي قام بها البروفيسور اللبناني إلياس جرادي الاختصاصي في طب وجراحة العين، والتي تمثلت في زرع خلايا جذعية سليمة وقرنية من العين الأخرى التالفة للمواطن حاتم فياض الذي أمضى 30 عاماً يعيش بعين واحدة، كرمت بلدة بلسقي ابنها الطبيب، فأقيم احتفال شعبي لافت في البلدة شارك فيه متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران إلياس كفوري وفعاليات المنطقة. الطبيب الذي تفاجأ بحفاوة الاستقبال بادر إلى تقبيل تراب بلدته التي ترعرع فيها. إيه عمود من
ذهب وعمود من فضة مشيدين فيها؟ إيها. وإن حفية خيلكن ليراد ذهب لحذيها؟ إيها. وإن عطشت خيلكن ميت الذهب لسيها؟ يعني رجعت على روحي على بلدي، ما بعرف إذا عملت فخر، بس فخري هو أنتو قبل كل شيء، فخري إنه أنا واحد منكم، وما رح يكون في فخر أكبر من هيك. إن شاء الله قلبي، إن شاء الله بكون بهالضيعة كل الوقت ويضلوا فوق راسي كلهم وضلني معهم وضلي ابنهم كل الوقت. من جهته المطران كفوري أشاد بجهود الطبيب جرادي معبرا عن فخر المنطقة بإنجازه النوعي. قالوا لي إنك ابن بيت فقير ولكن غني، غني بإيمانك وبأخلاقك وبزهدك الذي بذلته من أجل أن تصير من أعظم أطباء لبنان، ليس فقط المنطقة. إشارة إلى أن الطبيب الياس جرادي تخرج من جامعات لبنان وتخصص في الولايات المتحدة وعمل في الإمارات، لكنه عاد اليوم ليستقر في بلدته الجنوبية. أهلا بكم من جديد. الاحتلال الإسرائيلي ماض في عدوانه على الفلسطينيين المدنيين، ومجلس الأمن يستنكر جريمة حرق الرضيع الفلسطيني بأشد العبارات، ويحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية إفلات المستوطنين من العقاب. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين الصهاينة من الجريمة التي نفذها حقدهم على علي دوابشة الطفل الرضيع الذي أحرقوه حياً في قرية دوما في قضاء نابلس المحتلة. انزعج جنود الاحتلال من التظاهرة التي نظمت في بلدة بير زيت شمالي رام الله بالضفة الغربية احتجاجاً على قتل الرضيع، فأطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أدى إلى استشهاد الشاب ليث الخالدي 21 عاماً متأثراً بجراح رصاصات أصابته في الجهة اليمنى من الصدر. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قتلت الجمعة شاباً فلسطينياً وأصيب آخر بجروح وصفت بالخطرة في بلدة بيت لهيا شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية أن الشاب محمد حامد المصري 17 عاماً أصيب برصاصة قاتلة أدت إلى مقتله على الفور، فيما أصيب شابان آخران بجروح وصفت بالمتوسطة نقلا إلى مستشفى كمال عدوان. وأطلق جنود الاحتلال بشكل مفاجئ النار على الشبان عندما كانوا يسيرون قرب المنطقة العازلة شمالي قطاع غزة. وتعليقاً على جريمة قتل الرضيع الفلسطيني، استنكر مجلس الأمن الدولي بشدة العملية الإرهابية، وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعازيهم لعائلة الضحايا للقيادة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وأكدوا الحاجة لجلب المسؤولين إلى القضاء. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من جهته دان بشدة قتل الطفل الفلسطيني ووصف الهجوم بالعمل الإرهابي، وانتقد الحكومة الإسرائيلية بسبب الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المستوطنون الإسرائيليون الذين يعتدون على الفلسطينيين، معتبرا أن العجز المستمر في إنهاء حالة الإفلات من العقاب لأعمال عنف متكررة يرتكبها مستوطنون أوصلت إلى حادث جديد رهيب وإلى موت طفل بريء. وطالب الأمين العام بمحاكمة مرتكبي الهجوم بشكل سريع، داعيا الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الهدوء لضمان عدم تحول التوتر إلى تصعيد. واعتبر بان كي مون أن غياب العملية السياسية فضلا عن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية بالإضافة إلى السلوك الوحشي عبر تدمير منازل الفلسطينيين جميعها عوامل أدت إلى ظهور التطرف العنيف من الجانبين، هذا ودان البيت الأبيض بأشد العبارات الممكنة الهجوم الوحشي. في العراق، أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك أن العشرات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي قتلوا وأصيبوا بقصف للطيران العراقي استهدف استعراضاً للتنظيم وسط الحويجة، موضحاً أن من بين القتلى مسؤولو ديوان المال وتجنيد الانتحاريين بالتنظيم. وقال المصدر إن طيران القوى الجوية نفذ ضربة مباشرة استهدفت استعراضاً كبيراً لتنظيم داعش وسط قضاء الحويجة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي التنظيم، مشيرا إلى أن من بين القتلى مسؤول ديوان المال في الحويجة ومسؤول تجنيد وتدريب الانتحاريين الذي يحمل الجنسية الشيشانية وعدد من القيادات التي أخليت جثثها إلى مستشفيات نينوى. وأضاف المصدر أن الضربة الجوية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة.
أعلنت جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا في بيان أنها احتجزت عدداً من المعارضين السوريين الذين تدربهم الولايات المتحدة، ووصفتهم بأنهم وكلاء لتمرير مشاريع ومصالح أمريكا في المنطقة. وحذرت الجبهة في بيانها أي شخص آخر من المشاركة فيما وصفته بالمشروع الأمريكي. أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه خفض إلى النصف مساعدات الطعام التي يستطيع تقديمها إلى مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان بسبب نقص التمويل. وكان البرنامج قد اضطر مؤقتا إلى وقف برنامجه الإقليمي للمساعدات الغذائية المقدمة إلى نحو 2 مليون نازح سوري، كانون الأول للسبب نفسه، لكنه استأنف البرنامج عندما تلقى تمويلا كافيا عبر حملة لجمع التبرعات. وصلت إلى باريس طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، قيل أنها تحمل حطام طائرة جرفتها الأمواج إلى شاطئ جزيرة لاريونيون في المحيط الهندي، وربما يعود إلى الطائرة الماليزية البوينغ 777 التي اختفت في آذار عام 2014. وكان على متن الطائرة 239 شخصا من الركاب والطاقم، وسيقوم محققون من وحدة عسكرية متخصصة في تحليل حطام الطائرات بدراسة الحطام لمعرفة أصله. وأبلغ وزير النقل الماليزي رويترز في كوالالمبور أن مزيدا من المسؤولين الماليزيين توجهوا إلى جزيرة لاريونيون للبحث عن مزيد من الحطام، وسيتوجه آخرون إلى فرنسا. وقال إذا كان الحطام ينتمي إلى الطائرة MH370 فسيكون ذلك متوافقا ونمط الانجراف الذي شهدناه في جنوب المحيط الهندي، لكننا لا نريد التكهن وسننتظر تحقيق السلطات الفرنسية. صرحت هيلاري كلينتون المرشحة عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون عن دخل يقارب 140 مليون دولار خلال السنوات الثمانية الماضية، وهو ما يوفر دليلا عن ثروة كبيرة حصلا عليها. وتوضح سجلاتهما الضريبية أن هيلاري وبيل كلينتون ألقيا عام 2013 كلمات حققت 23 مليون دولار تقريبا. ونشرت كلينتون الإقرارات الضريبية لعائلتها من عام 2007 إلى عام 2014. أهلا من جديد. بعد 37 عاما من تغييب الإمام موسى الصدر، ما الجديد في هذه القضية؟ أي أعلان زف الرئيس نبيه بري إلى اللبنانيين في قضية تغييب الإمام موسى الصدر؟ ففي بيان صادر باسمه أعلن تراجع القضاء الإيطالي عن قرار كان قد اتخذه عام 2005 وحمل بصمات القذافي وبرلسكوني، وقضى بحيثية غامضة باحتمال دخول الإمام ورفيقيه روما. وبتاريخ 20 من تموز الحالي أصدرت قاضية إيطالية قراراً بناء على مراجعة عائلة الإمام تؤكد فيه أن جريمة حرمان الحرية قد جرت على الأراضي الليبية. لكن هذا الإعلان الزفاف ماذا حمل من وقائع جديدة؟ فلنعد إلى الذاكرة السياسية. في تموز يونيو من عام 2012 أجرى رئيس المجلس الوطني الليبي مصطفى عبد الجليل حواراً في برنامج الذاكرة السياسية على قناة العربية، حسم فيه الجدل المزمن كمسؤول ليبي أول رفيع المستوى حكم بعد سقوط العقيد القذافي واطلع على الملفات الأمنية والاستخباراتية. جزم عبد الجليل قبل 3 سنوات من اليوم بأنه من الواضح والمؤكد أن من سافر إلى إيطاليا لم يكن الإمام الصدر ورفيقيه، وأنه بقي على الأراضي الليبية. الواضح والأكيد من خلال التحقيقات الموجودة لدى مكتب النائب العام أن من سافر إلى إيطاليا لم يكن الإمام ورفيقيه. هذا أمر مؤكد وحقيقي وواقعي وثابت بالتحقيقات، وأن من غادر ليبيا هم أشخاص انتحلوا صفاته وانتحلوا شخصيته. وشخصيتك وانتوا عارفين من هن الاشخاص تماما؟ موجودين طبعا، موجودين في الملفات ومعروفين وثابت هذا الامر بالتحقيقات. هناك اشتباه في جثه معينه في قبر معين في مكان معين، لم يتم نبش هذا القبر الا بمعرفه، وهو قبر جماعي، الا بمعرفه اعضاء من
من أخوتنا في لبنان حضر القاضي وحضر الأعضاء ونبش القبر وأخذت عينة من تلك الجثة التي يعتقد والله أعلم ما إذا كانت جثة الإمام أم جثة غيره. أتركنا الأمر للحكومة اللبنانية والسلطات اللبنانية. هذه المعلومات بلغها مصطفى عبد الجليل لجنة لبنانية قضائية وعائلية، وترك للحكومة اللبنانية بقية التفاصيل، وكان في عداد اللجنة وزير الخارجية السابق عدنان منصور. القضاء الإيطالي اليوم يأتي ليضع حد فاصل، يعني لم يعد في هناك من مجال أمام السلطات الليبية في السابق أو حاليا يعني أن تقول أن سماحة الإمام غادر الأراضي الليبية، وهذا شيء إيجابي جدا فيما يتعلق بالقضية ككل. وهذا أنه القضاء الإيطالي أكد فعلا للجانب اللبناني وأكد للعالم وأعطى الحق أيضا للجانب اللبناني أنه ما قدموا من أدلة دامغة ومن إثباتات ومن وقائع ومعلومات يعني تؤكد فعلا أن الإمام لا زال على الأراضي الليبية هو ورفقه. على صعيد أولياء الدم وأرباب القضية، فإن النائب السابق حسن يعقوب نجل الشيخ المغيب محمد يعقوب تولى هذا الملف تحت عبارة أمحمد جدك أم جدي؟ وقد اختلف مع لجنة المتابعة سابقاً لأنها غيبت القضية وزادتها غموضاً. يعني الحقيقة أنه مش إنجاز هام، إنجاز عظيم، يعني بعد 37 سنة تبين أنهم لم يدخلوا إيطاليا ولا زالوا في ليبيا. أكتفي بهذا القدر، ولدينا تعداد في وقت قريب لكل هذه الإنجازات العظيمة وما يجب أن يتم عمله فيما بعد. نخبر بعدين المحبين الحقيقيين ما يجب أن يتم فعله إن شاء الله. وبناء على ما تقدم، فإن ما أدلى به الرئيس نبيه بري بالأمس أكدته السلطات الليبية ما بعد القذافي عام 2012، فالقضاء الإيطالي لم يأتي بجديد، وروما تكرر إعلان طرابلس، لكن عين التين تكرر أقوالها بعد 3 سنوات. هدية أي امرأة تقترن بزعيم مهرجان دولي. تقرير جاد غصن. قبل دخول أوروبا عصر النهضة، كانت الأرستقراطية عادات لتظهير رفعتهم الاجتماعية أمام العموم. إحدى هذه العادات أن تلزم زوجة الإقطاعي منزلها بالعمل تجمع حولها قريناتها ممن يسمين حركيا سيدات المجتمع. بعد أكثر من 300 عام حافظ معظم إقطاعي بلاد الأرز على تقليد القرون الوسطى الأوروبية، مع إضافة بعد لم يدركه الأوروبيون وهو ترئيس زوجات كثير من الأعيان لجان مهرجانات مناطقهم. لنائب رئيس تحرير جريدة الأخبار بيير أبي صعب تفسير لهذه الظاهرة. الثقافة الرسمية بلبنان مثل ما بنعرفه من الاستقلال لليوم عملوها زوات، عملوها أولاد وسيدات المجتمع والطبقة المرفهة. فاللي بنشوفه اليوم هو امتداد اجمالا بمهرجانات اللبنانية، مهرجانات الصيف، على اختلافها يعني هو امتداد لهذه العقلية. أبرز الأسماء المعروفة من زوجات الأعيان هؤلاء نورة وليد جنبلاط ولها مهرجانات بيت الدين، وريمة سليمان فرنجية ولها مهرجانات إهدنيات، وستريدة سمير جعجع ولها مهرجانات بشري، وكان لرندا نبيه بري مهرجانات صور، ولنازق رفيق الحريري مهرجانات بيروت، غير أن المهرجانين لم تقدر لهما الحياة طويلاً. السطوة الإقطاعية النسائية على المهرجانات لا تفسد ضرورة الحكم على نوعية الأعمال، يؤكد أبي صعب. أنا من الناس اللي بيفكروا إنه الحكم على البرمجة هو الأساس، إنه تظلم نورة جنبلاط مثلا إذا تم التعاطي معها بصفتها مرت وليد بيك جنبلاط. يعني نورة بشغلها الاحترافي بخياراتها بدفاعها عن الفن بعيد لدرجة إنه حدا ما بيتطايق مع فكر وليد جنبلاط ولا مع أدائه السياسي بيقدر يكون معجب فيها وبأدائها ويدافع عنه. يعني إذا بدك نحن بنفصل يعني البرمجة والأداء شغلات أساسية. يعني أنت لما بتحكي عن ستريمة فرنجية مثلا، بعرف أنا الهامش، بعرف لأنه اشتغلت معهم ولأنه متابع هدنيات الهامش، هامش قرارة، هامش المحاطة فيه من المستشارين اللي بيشتغلوا ما قالوا عليها أبسيس سليمان بك فرنجية. هلأ بالآخر هذا زعيم محلي، زعيم كبير بهذه المنطقة، يستفيد منه. في انعكاس عليه، في انعكاس إيجابي عليه أكيد. فأنت تجي بتقول إنه
هل انا بعلن قطيعة بقول باسم رؤية اخرى، برؤية ديمقراطية، رؤية مدنية مواطنية للثقافة، بجي بقول هودي مهرجانات زوات وطنطات وسيدات مجتمع؟ مش بالضرورة، بس بعرف كيف وردتهم انا. يكمل ابي صعب فكرته بالاشارة الى ان العصر الظلامي الذي تعيشه منطقتنا يجعلنا نتمسك بمهرجاناتنا على علاتها البنيوية. يعني إذا بدك اليوم بمعركة تفتت المنطقة وتفتت لبنان، بتحافظ على المؤسسات مثل ما انبنت من الإسرائيل اليوم على عيوبها، أنت واعي أنه لازم تكون غير هيك. بينفصل بلحظة زحف الجراد الأسود، زحف الأصوليات وتفتت المجتمعات على المؤسسات مثل ما هي، علما أنه عندك بدائل. يعني مهرجان بيبلوس مثلا ما في زوجة زعيم أو بنت زعيم مسكته، في فعلا مؤسسة جمعية تابعة للمدينة بتمثل كل الأطيافة بتقرر، وعندك مدير هو الوحيد وبيتحيى من خلالكم، هو ناجي باز اللي هو مدير فني، شغلته ما له عليه، ما له بالحسابات، ما له بالزعامات، مهووس موسيقى، بيعرف موسيقى العالمية والعربية منيح، وبيبرمج كأفضل ما يكون. وللحفاظ على استمرارية مهرجاناتنا وجودتها مستقبلا، دعوة عامة إلى كل مهتمة بالأجواء الفنية والثقافية للتعرف إلى أولياء العهد فورا وقبل فوات الأوان، والله ولي التوفيق. جاد غصن، قناة الجديد. مسرحية شو صار بكفر منخار بعد 23 عاما مرت على العرض الأول والأزمة على حالها. كل العالم كان ناسي صار كبار كبار صغار، صاروا كان ناسي. هذه المسرحية التي تشاهدونها كانت قد عرضت قبل 23 عاما. شو صار بكفر منخار يعاد عرضها اليوم. تتحدث المسرحية عن قرية تتراكم فيها النفايات من جراء إهمال سكانها إلى درجة تدفع أنوف السكان إلى الهروب منهم. مسرحية للأطفال بعمق ورسالة إلى الكبار أيضا. بعد 23 عاما لا يزال للمسرحية معنى، وللمصادفة فإن موعد عرض المسرحية كان مقررا قبل 3 أشهر، أي قبل بدء أزمة النفايات، ومع موعد عرضها كانت بيروت لأكفر منخار قد فاضت بنفاياتها. مين اللي بيتمرد المناخير؟ الأنوف، مناخير المدينة، فبيطيروا مناخير المدينة، بيضربوا، بيطيروا من وجوه أصحابهم، وبيعلنوا أنه نحن قاعدين بهالنهر، عملوا اللي بدكم إياه، ما رح نرجع لكم. يعني هي نوع من نقد كاريكاتوري للمجتمع اللبناني، ولا كيف هالمجتمع بيتعامل مع الأماكن العامة اللي هو عايش فيها. وثائبت أنه نحن مبرمجين هالمسرحية، بيروت الخضرة جميلة برا كلها بتعج بالزبالة، فالناس اهتموا كتير بهالموضوع، وصار هيك على الفيسبوك وعلى الاشياء حملات انه يعني روحوا احضروا مسرحية كفر منخار يلي هي حد مزبلة الطيونة. ناس بلبنان تعرف المزابل يمكن اكتر من المسارح. في المسرحية حضر الاهل والاطفال. هذه السيدة كانت من بين المتظاهرين الذين اقفلوا طريق الجي قبل اسبوع احتجاجا، اليوم تحضر أولادها لمشاهدة المسرحية. جايبين أولادنا، كلهم أولادنا، أولادي أولاد أخواتي، ويعني كلنا مع بعضنا مشان كمان شوفوا شو عم بيصير، شو شافوا عنا، وشو عم هون عم بيعلموا، شو عم بيساووا الأولاد، وشو في معطيات جديدة. حلو واحد يشوف كل شيء. اليوم نزلي أولادك على المسرحية، ممكن تنزليهم بكرة على الطريق لا يقطعوا الطريق؟ أنا ما بنزلهم يقطعوا الطريق، أنا بوضح لهم بعلم لهم. يعني أكيد نحن بيتنا على الشارع العام وعم بيشوفوا شو عم بيصير. وفيما أعطت السيدة رأيها، كان للأطفال أيضا رأيهم في نفاياتنا. تعرف عن شو بتحكي المسرحية اللي جاي تحضريها؟ عن الزبالة، عشان في كتير زبالة ببيروت. بتكب زبالة على الطريق؟ لا، نكب الزبالة بمحلة وما نكبها على الطريق. نتعلم طرق كيف بيوقفوا الناس يكبوا الزبالة، إنه هيدا الشيء بيأثر للتلوث. في قرية كفر منخار تتمرد أنوف السكان وتهرب منهم احتجاجا، ثم تعود بعد اهتمام السكان بنفاياتهم. أما في بيروت فلا داعي إلى ذلك، فالأنوف لا تزال صامدة حتى الآن. آدم شمس الدين، قناة الجديد. كان في النشرة عون من جبيل. زمان فهرين وعاد عمل شكلها ما رح يضل معنا قروش. ريفي راعياً لمصالحة، وكأنه مطلوب إدخال الحكومة في البراد.
إدانات لحرق الرضيع واستشهاد فلسطينيين. مشاهدينا، هذا كان كل شيء في نشرة الظهيرة من قناة الجديد، وللجيش اللبناني كلنا معك، كل عيد وأنت بخير، إلى اللقاء.